هاي مستمرين مع عين بخاطر، اكيد بأوتو فوكس. عين بخاطر وكلاء مازدا بلبنان، ومعنا مره جديده مدير المبيعات بعين بخاطر مسيو توني عبدو، الضيف شبه دائم. دائما بحب اقول عنه توني، يعني خلص صار اذا بدكم من عند البيت ومن عائله بالامتنيو بأوتو فوكس. هاي توني، ثانك يو، ميرسي جورج. اليوم كمان بدنا نضوي اكثر على طرازات المازدا، على الاوفرز اللي عم تقدمهم مازدا، وعرفنا مثل العاده دائما في جديد مزبوط. عم تقدمه شركه عين بخاطر. مثل ما كنا عم نقول دائما نحن بالحلقات اللي سابقه، دائما هلا عم نرجع نكفي، صرنا باوفر جديد اللي هو مقدم لنا اياه الويب سايت اللي هو wheelers.me. صحيح، هالمره ويلرز هي حابه تقدم الاوفر لمازدا، وذلك تقديرا لوجود مازدا باوتو فوكس من حوالي 3 سنوات لهلا، ومذكر مازدا هي كانت سباقه باطلاق طرازاتها عبر اوتو فوكس. الاوفر هو اكيد بنحب نرجع ندور عليه اليوم، بعد فيه يومين فقط، يعني نحن بالكاونت داون بلش من انطلاقا من اليوم الاول، 7 ايام هو الاوفر من الاحد للسبت، وهي المازدا ويك مثل العاده باوتو فوكس. $1000 فاوتشر جيفت عم تقدمها wheelers.me لكل شخص حابب يشتري سياره المازدا سي اكس 5، السي اكس 9 او المازدا 6. وهيدا الاوفر ليميتد، نرجع بنذكر عندنا بعد نهارين، بعد في اقبال كثير عم بيكون بالشركه أكيد. توني، و كيف مليئة هلا الاجواء؟ طب نحن دائما الاجواء عندنا بيكون دائما حماس، لانه نحن متحمس للاوفر، وخاصه الاوفر عم تقدمنا ويلرز دوت مي، محمسين كثير عليه، وخاصه انه الزبون عم بيفوت على الويب سايت عم مثل ما حكينا لازم يكون في بروف معين، يعني في بروف معين، يعني عم بيفوت عم يطبع البيج اللي عم يشوفها، في كاونت داون معين، يعني عم بس يجي يعمل برنت للسكرين اذا كانت على التليفون، او برنت للبيج اذا كان عم يطبع على الكمبيوتر، وجاب لنا اياه على الشوروم. هذه بروف انه انا شفت الاوفر، وهذا الاوفر فيني اخده بس خلال فتره ال7 ايام. نحن هلا بالنهار الخمسه، يعني بعد في يومين، انا بدي كل اللي عم يشوفونا من زبوناتنا وغير زبوناتنا، لانه كثير محمسين عليه، انه يجوا يشوفوا المازدا، يعملوا تيست درايف عليها، ويستفيدوا من هذا الاوفر، اوفر لمصلحتهم 100%. بالنهايه مبلغ حرزان، يعني $1000 بيقدر اي شخص يعمل قديش من الجوار هيدي، خاصه هلا بموسم الصيف، وكمان يزيد امور اضافيه على السياره، ان كان على سي اكس 5 9، مع انه بعرف جو فول لودد السيارات، بس بضل ينزيد امور اضافيه اوبشنز اكثر على السيارات. بدي اذكر جورج انه هو بس على السي اكس 5 والمازدا 6 الهاي والسي اكس 9، هن 3 سيارات عليهم الاوفر هيدا خلال فتره 7 ايام، لازم يستفيدوا منهم الزبونات. وانا بدي بهالمناسبه بدي اوجه الشكر للي عم يوثقوا بالاوفرات اللي عم نعطيها. العالم صار عندها فكره انه مازدا لما تعمل اوفر عم تكون مدروس ومبكر لمصلحتهم، ودائما عندهم بنفيت تمشي فيه على الاخر، تمشي فيه للاخر، لانه اذا نحن ما اقتنعنا فيه ما بنقدمه لزبوننا. يعني هيدا اللي يبين الخدمه اللي عندنا، انه نحن مش بس بنبيع سياره، نحن بنبيع من بعد السياره خدمه للزبون، والثقه اللي عم نبنيها نحن والزبون تبعنا. واضافه لذلك هالاسبوع بعدنا مستمرين بال 0.9 انترست، اكيد هي فايده كثير واطيه على السيارات الجديده وسيارات مازدا بطبيعه الحال. نعم. سي اكس 5 اكيد معنا اليوم بالاستوديو، السياره عم تلاقي اقبال كبير، الميد سايز كروس اوفر، هالحجم المناسب كثير للبنان، مصروف البنزين، يعني يعتبر سياره بتجمع سياره عائليه، سياره للشباب، فيها كل المواصفات. اكيد هيدي بيقدروا يطلعوا، يعني هلا موسم صيف بيقدروا يطلع فيها جبل بيكنيك، بيقدروا يستعملوها بكذا استعمال، يعني اس يو في هيدي السياره. بقوة المحرك في عندنا 4 سلندر 2.0 2.5، يعني 2.5 عم تكون 190 هورس باور، الحلو فيها انه عندها بتعمل 220 وما فوق، يعني ما عندك سياره بهذا الحجم تعمل لك هيك، منهم بيعملوا 160. عندنا كذا درايف مود، ان كان الفور ويل، التيبترونيك 6 سبيد، الفور ويل بيركب اوتوماتيكمون بالسياره، عندك فيها لكجري باكج من جلد لمقاعد كهرباء لزانون وفوغ لامبس، جنوطه 19 انش، فيها كثير سان روف، ديول زون كلايمت كنترول، فيها كثير اشياء، يعني لوكس سياره، ما في يعرف قيمتها زبون اذا ما ساقها وعمل تيست درايف عليها وقدر يعرف شو السياره. وتحصل كمان على $1000 الفاوتشر جيفت من ويلرز دوت مي، ويلرز اللي عم يطلق هلا الصفحه الجديده له، اكيد هو صار الويب سايت نمبر 1 بعالم السيارات بلبنان، وهلا عم بيعمل اطلاقه جديده، وبهالمناسبه عامل هالاوفر بالتعاون مع مازدا اللي هو $1000 فاوتشر جيفت لكل شخص حاب يحصل على سي اكس 5، سي اكس 9 والمازدا 6. نحن ما نوجه الشكر بس جورج لويلرز دوت مي، دائما بحب انا اوجه الشكر لانه خصصونا بهذا الاوفر لفتره 7 ايام. That's it. اكيد رح يكون مثل ما عم نشوف الاقبال كبير، ومرجع مذكر بعد في يومين فقط الاوفر كان انطلق نهار الاحد، وبعد في بس يومين لتقدروا تعملوا برنت سكرين او تطبعوا الصفحه مجرد ما تشوفوا الكاونت داون على البيج الاساسيه لويلرز دوت مي، تاخذوا هالبروف معكم عند مسيو توني عبدو مدير المبيعات، او اكيد هلا سيلزمان بمازدا،
وتقدروا تاخذوا هالفاوتشر جيفت. مشاهدينا هلا رح نشوف ريبورت خاص عن آين بوخاطر، ودائما بذكركم لتعرفوا اكثر عن عالم السيارات شوفوا اوتو فوكس وتابعوا wheelers.me. الى اللقاء. شهدت فيها مجروحة، يعني هيدي السادس مازدا هلا باخذها، ستة مازدا وعندي المازدا الستة بالبيت، مش بيعهم وجايبهم وكذا، موجودين بالبيت، وهيدي بتزيد ال 95 أنا بقلي مازدا، وعربيات كثير حلوين ومرتبين، والسيرفيس تبعهم كثير حلو. السيرفيس تبعولهم كثير مهم، يلي هو أنا عم بجي 10 كثير، 90% مشان الستاف، في سيارات كثير منيحة بس انا جاي مشان الستاف، وخصوصا السيرفيس بعد ما خلص التصليحات بيتلفنوني بيسالوني في شيء بدك شيء، اي اشكال دغري بينحل. بلشت زبونات بال 95، صرت في صعب كثير انا وياهم، وعندي ثقه عمياء، يعني صرت بالشركه من وراهم ومن ورا الستاف.